بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يوم حزين في تاريخ الدولة المصرية، بل يوم حزين في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، مقتل أول رئيس منتخب الدكتور محمد مرسي. نعم، استهداف الرئيس ليس لشخصه، بل استهداف للثورة المصرية، قتل للحرية، قتل للديمقراطية. فقد تعرض الرئيس المنتخب أو الرئيس الوحيد المنتخب في مصر لظلم بين وظلم طويل طوال 6 سنوات، انقلبوا عليه دون سند من قانون أو دستور، وزجوا به في غياهب السجون. ظلموه حيا وظلموه ميتا. ظلموه حيا حينما سجنوه في زنزانة انفرادية ومنعوا عنه الدواء والزيارات بمعزل عن العالم كله. قتل بطيء وجريمة مكتملة الأركان. وظلموه ميتا يوم أن منعوا الجماهير التي انتخبته رئيسا أن تلقي نظرة الوداع وتودعه إلى قبره. نعم، من حق هذه الجماهير التي انتخبت مرسي أن تحمله على أعناقها لمسواه الأخير، لكنه الاستبداد المتجرد من الإنسانية. كل إنسانية تجرد منها هذا النظام. في المقابل، المجتمع الدولي الذي يقف عاجزا أو يقف صامتا، بل يساند نظام السيسي في جرائمه، مع أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي له حقوق في كل محفل دولي باعتراف المواثيق الدولية يجب أن يدافع عنه المجتمع الدولي، ومع ذلك تخاذل المجتمع الدولي وساند السيسي. سانده بالمال والعتاد، بالقروض والمنح، بالغواصات والطائرات التي يمد بها السيسي، بدلا من أن يعلم السيسي الديمقراطية، وقف عبد الفتاح السيسي ليعلم المجتمع الدولي الدكتاتورية وقتل الأحرار. إن التاريخ سوف يذكر الدكتور محمد مرسي كأول رئيس منتخب دافع وكان وفيا لهذه الثورة. نعم، إن الرئيس مرسي ضرب مثالا في التضحية، سوف لا ينسى التاريخ بذله ولا عطاءه ولا جهاده. نعم، الرئيس مرسي ضحى بكل غال ونفيس من أجل هذه الثورة، لن ينساه الوطن، سوف يذكره التاريخ، بل يبكيه الوطن ويبكيه ميدان التحرير الذي حلف فيه اليمين الدستورية، والذي تعاهد مع الشعب على النهضة وعلى الحرية. نعم، سوف يبكيه قصر الاتحادية التي رفض فيها أن يقتل المتظاهرين أو يمضي أو يوقع على قرار إطلاق الرصاص على من هجموه في القصر. سوف تبكيه الجماهير وتبكيه الحرية والثورة، ويبكيه الشجر والحجر وساحات المساجد والمنابر والمآذن التي مارس فيها الدعوة، وساحة البرلمان التي دافع فيها عن الشعب وقدم الاستجوابات. نعم، سوف يبكيه الشجر والحجر الذي كان يشهد تسبيحه وذكره لله. نعم، لكن الذين ظلموه والذين قتلوه وغدروا به وخانوه لن يبكي عليهم أحد، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم أيها الإخوة، إن دماء الرئيس المنتخب، بل دماء كل الذين قضوا نحبهم، سوف تكون وقودا للثورة. لن تذهب سدى ولن تذهب هباء، إنما سوف يأتي يوم تنتصر فيه الثورة. الثورة مستمرة والحق سوف ينتصر، شئنا أم أبينا، وهذا يقين.
أن الحق سوف ينتصر في النهاية، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أرحب بكم أيها الإخوة في صالون يناير الذي ينظمه المركز، مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية. أرحب بداية بالدكتور محمود حسين الأمين العام لجامعة الإخوان المسلمين الذي يشاركنا في الصالون، كما أرحب بالأستاذ صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق في وزارة الدكتور محمد مرسي، كما أرحب بفضيلة الشيخ نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج، وكما أرحب بالأستاذ حمزة تكين المحلل السياسي التركي، كما أرحب بالأستاذ أشرف توفيق رئيس مركز نجدة لحقوق الإنسان. ومبدأ الصالون بكلمة ترحيب للدكتور طارق الزمر رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صالون يناير كما قال الأستاذ خالد الذي يشرف عليه مركز حريات للدراسات السياسية آل على نفسه منذ إطلاقه أن يجعل هذه المنصة لمتابعة كل ما يتعلق بثورة يناير وما يهم هذه الثورة، وليس أهم عند ثورة يناير من أن يقتل الرئيس الذي أنتجته هذه الثورة، الرئيس الذي كان أهم ثمار هذه الثورة، حيث تم توفير أول انتخابات حرة في تاريخ مصر، فكان الرئيس الوحيد المنتخب في تاريخ مصر. لهذا فإن صالون يناير كما مركز حريات يبكي وينعي الدكتور مرسي اليوم، لكن الثورة مستمرة، وصالون يناير سيواصل متابعة الثورة المستمرة. ومن هنا فنحن نعزي أنفسنا أولا، ونعزي أسرة الفقيد رحمه الله تعالى، ونعزي شعب مصر، ونعزي الشعوب العربية والإسلامية، بل ونعزي كل الأحرار في العالم الذين تألموا لهذا الاغتيال وهذه القسوة التي مارسها أسوأ نظام استبدادي ديكتاتوري عرفته مصر. إننا في هذه اللحظة يجب أن نلقي نظرة على أهم ملامح الموقف الحالي الذي أوصلنا إلى هذه النتيجة، وهو التجرؤ على اغتيال الرئيس الوحيد المنتخب في تاريخ مصر. أولا لابد أن نعرف أن المنطقة كلها وليس مصر فقط تموج بصراع محموم بين الثورة المضادة وبين قوى التحرر الشعبية، بين الاستبداد والديكتاتورية وبين المطالبين بالحرية ووراءهم كل الشعوب العربية. هذا الصراع المحموم الذي انتهكت فيه كل المسلمات وتم إهانة كل القوانين والأعراف المحلية والوطنية والقوانين أيضا الدولية والأعراف الدولية. ثانيا نحن أمام مخطط يسير على التوازي مع مخطط الثورة المضادة، وهو مخطط تمزيق المنطقة وتفتتها تحت عنوان صفقة القرن. صفقة القرن هي العنوان الأكبر للعديد من المخططات، ليست هي المخطط الوحيد التي تجري على هذه المنطقة الهامة من العالم والمستهدفة من كل مراكز القرار في العالم. فصفقة القرن هي مخطط يؤول في النهاية إلى تمزيق المنطقة وتفتتها وإعادة ترتيب أوضاعها، بما يؤدي إلى مركزية الكيان الصهيوني، وأن تصبح الدولة الإقليمية الكبرى الوحيدة هي دولة إسرائيل. وهذا أيضا يدلنا على كيف أن الرئيس تهدف في هذه المرحلة. لهذا لو تبعتم تصريحات إسرائيلية بالأمس قالوا أن الرئيس مرسي هو أخطر رئيس عرفته المنطقة على إسرائيل وعلى مستقبلها. ثالثا الثورات المضادة وصفقة القرن يسيران جنبا إلى جنب لهدف أساسي في هذه المرحلة، وهو تصفية الحضور الشعبي وإجهاض أي حركات لها عمق شعبي،
ومن ثم تصفية الحركات الإسلامية والحركات الوطنية، وأهم من ذلك تصفية الرموز والقيادات الشريفة المهمة لتمكين القيادات والرموز التي تعلمونها في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ المنطقة. وهنا أيضا تأتي الإشارة إلى لماذا اغتالوا الرئيس في هذه المرحلة. الملمح الرابع والمهم أن هناك توجهات عالمية في هذه المرحلة لتكريس الاستبداد والاتجاه نحو الديكتاتورية وتقزيم القيم الديمقراطية ومحاصرة الحريات وتهميش دورها في العالم. يمكن لما جه ترامب ظهرت هذه الأمور بشكل واضح، لكنها واضحة من قبلها، وظهور اليمين المتطرف وحكمه في كثير من دول العالم في هذه المرحلة والتوجهات الشعبوية الواضحة في كثير من مناطق العالم تؤكد هذا الاتجاه. لكن هذا الاتجاه أيضا أفرز أمرا آخر وهو الملمح الخامس المهم، وهو بروز ونمو وحركات رافضة لهذه التوجهات العالمية التي تهيل التراب على الحريات وعلى القيم الديمقراطية. وهذه الحركات موجودة في كل الحضارات الآن وفي كل القارات، في أمريكا اللاتينية، في أوروبا، في أمريكا الشمالية، في أوروبا، في آسيا، في أفريقيا. الأمر السادس وهو أيضا أمر هام، وهو أننا يجب أن نلحظ الآن أيضا في هذه اللحظة، وهذا أمر هام أيضا، أن تنتقل الثورة المصرية والربيع العربي من المحلية والإقليمية إلى العالمية. فحادث اغتيال الرئيس مرسي حول الربيع العربي بأيقوناته والثورة المصرية برموزها إلى حدث عالمي تجاوز الإقليم وتجاوز الوضع المحلي الذي أرادوا فيه أن يحاصروا هذه الثورات وهذه التطلعات للحرية. الأمر الأخير أننا يجب أن نلاحظ أن هناك إدراكا عميقا في هذه اللحظة لدى الشعب المصري والشعوب العربية أن المستهدف ليس هو شخص الرئيس، وإنما المستهدف هي الإرادة الشعبية التي تجسدت في شخص الرئيس، وأن القتل موجه للرئيس نعم، ولكنه موجه لمن انتخب الرئيس. فإرادة القتل في هذه اللحظة موجهة لكل من انتخب الرئيس، تقول له إياك أن تنتخب رئيسا آخر، إياك أن تتصور أنك لك حرية الانتخاب، أو أنك تتصور أنه في يوم من الأيام ستكون في هذه المنطقة دولة مدنية أو يكون بها ديمقراطية بأي حال من الأحوال. وإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فنحن أمام عدة أمور من المهم أن نراعيها أو نحتاط لها حتى نكمل ثورتنا ونكمل مشوارنا. أولها لابد من التأكيد على أن الخصومة بيننا وبين الاستبداد هي خصومة شعبية، ليست فئوية ولا تنظيمية ولا طائفية، إنما الشعب كله هو الذي يرفض هذه الأوضاع، لأن الشعب كله هو الذي يضار وتنتهك حقوقه من استمرار هذه الأوضاع الدكتاتورية والاستبدادية. وهذا يستوجب أيضا أن ننقي خطابنا السياسي وأن نطوره بحيث يصل بهذه الرسالة إلى كل الأرجاء، أن الصراع في هذه المنطقة ليس بيننا كإسلاميين أو بين التنظيمات اليسارية والقومية وبين الاستبداد، لا، هو بين الشعوب التي ترفض استمرار أسرها وتقييدها وكبتها وقهرها وتعذيبها وأن تساق بالعصا وبالجلد على مدى العقود الطويلة. الأمر الثاني لابد أن نؤكد أن مشروعنا السياسي لا زال هو ثورة يناير، ولن نخرج قيد أملة على استكمال مشروع يناير بكل تقاليدها السلمية والسياسية والمدنية، والحرص على تأسيس الدولة الديمقراطية وإنهاء الحكم العسكري وإنهاء الوجود المسلح للجيش في كل مناحي الحياة المدنية. ثالثا، لابد من توظيف الزخم العالمي في قضية اغتيال الشهيد محمد مرسي لملاحقة ومحاصرة قوى الاستبداد في منطقتنا، وقطع الاتصال وفضح كل داعميهم في العالم. الحقيقة أننا لو تأملنا في درس اغتيال الشهيد جمال خاشقجي لنجد أن هناك عبرة في هذا الأمر. موقع الرئيس ووضعه القانوني والدبلوماسي والسياسي والشعبي والقانوني يتيح لنا موقفاً
أكبر من ذلك يجب أن نستثمره بكل ما لدينا من قوة. اعتبار التحقيق الدولي مسار استراتيجي وليس مجرد قضية هنرفع قضية، لا، ده مسار استراتيجي للثورة المصرية فتح من جديد لكي تستكمل من خلاله الثورة المصرية، ليس المسار السياسي والقانوني فحسب، وإنما مسارا مستديما لمحاصرة الطغاة والمستبدين وفضحهم في العالم كله. فليس هناك أجرأ من قتل رئيس منتخب أول أو الرئيس الوحيد المنتخب في مصر بهذه البشاعة وبهذه الصورة. أن الملاحقة ينبغي أن تركز على النظام المستبد الفاسد وليس مجرد شخص السيسي. فالنظام بكل أركانه متورط في هذه الجريمة، لأن هذا رئيس دولة تم انتهاك كل حقوقه على مدى 6 سنوات ثم تم اغتياله في اللحظات الأخيرة. لابد أن نستعيد أو نستفيد من التعاطف الدولي لبعض الحكومات والعديد من البرلمانات ومنظمات الحقوقية الدولية والعالمية الكبرى كالهيومن رايتس واتش والعفو الدولية لاستمرار هذه القضية حية ومفتوحة. لابد أن نسعى لإيجاد تحالف إقليمي يوازي هذا التحالف المستبد الفاسد الذي يسعى لنشر الفساد والخراب في المنطقة ويدمرها بيتا بيتا وشارعا شارعا كما نرى في العديد من بلادنا، سواء في اليمن أو في سوريا أو في ليبيا أو في غيرها. لابد أن نؤكد أن الهدف الرئيسي الآن هو الانتقال إلى العالمية التي نقلنا إليها الرئيس محمد مرسي، وأن نتجاوز الحصار الإقليمي المفروض على الربيع العربي وعلى الثورة المصرية. هذه أيها الإخوة أمور مهمة جدا يجب أن نتداركها وأن نلمسها في هذه المرحلة، وصولا إلى بناء حركة معارضة تعبر الحضارات والأقاليم والثقافات والهويات، حركة معارضة عالمية ترفض الاستبداد وتكريس الدكتاتورية في كثير من مناطق العالم الآن، دفاعا عن الإنسان ودفاعا عن حريات الشعوب وعن كرامتها. وإن غدا لناظره قريب، فحرية الشعوب لن تقف عند هذا القيد وعند هذا الأسر بأي حال من الأحوال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور طارق. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام، إنها آخر كلمات نطق بها الرئيس المنتخب رحمه الله قبل استشهاده. فما هي وصية الرئيس محمد مرسي؟ وما هي سيرته مع رفيق دربه مع الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين؟ فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني نسأل الله عز وجل أن يتقبل شهيدنا مع نبينا وصديقينا والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الحقيقة يعني أنا أبدأ الأول بقتله، يعني قتله أولا لم يكن قرارا محليا، وإنما كان قرارا مسنودا أو من قبل جهات ليست محلية فقط. والدليل على ذلك طبعا زيارة صحفي الصهيوني لقبره وكأنه يعطي شهادة للأسياد الذين أصدروا قرار قتل الشهيد للتأكيد على أنه فعلا قد قتل. لا السيسي يستطيع أن يتخذ قرارا محليا في هذا ولا يملك هذا، ولا بد من أن يكون القرار بشكل أو آخر من أسياده الذين يديرون هذا المشهد. قرار قتله لم يكن قرارا فوريا، وإنما كان على مراحل. في اعتقادي أنه في المرحلة الأولى حين قام الانقلاب كان يتصور هذا الانقلاب أنه يمكن أن يستولي على الحكم بمباركة بعض الجهات التي باركته في الداخل، بالإضافة إلى الدعم الدولي الذي حظي عليه والإقليمي. ثم بدأ يصور أن المعركة والصراع هي ليست بين الشعب وبينه، ليست بين اختيار الشعب وبين استبداده، ليست بين ركوبه على الدبابة وحصوله على الحكم بالقوة وبين الشعب، وإنما هي بين الإخوان
وبينه أو بين الإسلاميين وبينه، ظنا منه أن هذا قد يؤدي إلى احتراب داخلي، ولذلك روج في البداية إلى قضية نحن شعبين، وبالتالي هناك شعب يقاتل شعبا آخر، وبالتالي تصبح هذه المعركة هي معركة بين الطرفين. وكان يتصور أن الدكتور مرسي رحمه الله ببساطة شديدة جدا يستطيع أنه هو بعد الانقلاب أنه يرى المشهد على واقعه الحالي، وبالتالي يستسلم فيوقع على استسلام له وتنازل عن الشرعية. ولعل أبرز ما يمكن أن يدلل على ما أقوله هو زيارة أشتون التي زارت رئيس مرسي في محبسه، وهي التي أعلنت ذلك وقالت أنها ذهبت إليه وبدأت تساومه وتفاوضه بأنه إذا كنت أنت تعول على أن هناك يعني مظاهرات في الشارع وأن هناك أناس يؤيدونك وكذا وكذا وكذا، هذا غير صحيح، هم عبارة عن يعني عشرات أو مئات موجودين في الشارع وسيستمروا أياما قليلة ثم ينصرفوا. فرد عليها الدكتور مرسي رحمه الله بذكاء شديد وقال لها لو أنها كما تقولين لما جئت إلى هنا. وذلك هي خرجت وقالت أشهد أن الدكتور محمد مرسي في منتهى الذكاء وشديد الذكاء لأنه استطاع أن يجيبني هذه الإجابة بأنه لابد أن هناك مظاهرات عارمة وأن هناك تأييدا كبيرا داخل الشارع، وبالتالي ما تقوله أشتون غير صحيح. ثم المرحلة التالية كانت بسجن الرئيس، حبس الرئيس في قفص زجاجي في زنزانة انفرادية وملاحقته بأحكام شديدة جدا. كان وصل هذه الأحكام إلى الإعدام، لكن كان هناك نوع من أنواع الرفض الحقوقي والدولي لتطبيق حقوبة الإعدام على الرئيس، وبالتالي ربما يكون هذا هو سبب تراجع النظام الانقلابي عن تنفيذ هذا الأمر. وربما أيضا لهذا السبب يعني حاول أن ينفذ هذا الانقلاب الإعدام في مجموعات من الشباب متتالية لعله يحظى بقبول دولي ثم تستمر مسيرة الإعدامات إلى أن تصل إلى الرئيس الدكتور محمد مرسي. ثم انتقل إلى مرحلة ثالثة بعد ذلك حين بدأ الحديث عن عدة أمور، منها أولا استطلاع الرأي الذي أجرته إحدى الدراسات الأمريكية بأن شعبية الإخوان في نماء وأنها تزداد وتصل إلى ثلث الشعب بعد كل هذه الحملة من التشويه والتضليل ومحاولة طمس التاريخ. ثم خطاب هذا المجرم على رأس الانقلاب حين أعطى رسالة للآخرين بأنه إما أنا وإما أن يأتي الإخوان، وهذه طبعا رسالة لأسياده الصهاينة حتى ينتبهوا ويعلموا أنه لابد من التحرر. ثم بعد ذلك صفقة القرن، كل هذه شواهد أدت إلى أنه من يتخذ القرار في اعتقادي هم الصهاينة، وبالتالي هم الصهاينة الذين أوكلوا إلى عميلهم السيسي باتخاذ قرار القتل وبالتالي نفذ القتل. القتل لم يكن كما قلنا هو قتل بطيء ممنهج داخل السجن، لا، وإنما كان قتل مفاجئ إضافة إلى القتل الممنهج لأنه لم يصلح في السجن. وهذا ما تواتر فيه أيضا المعلومات الأخيرة، يعني إحنا من ضمن المعلومات الأخيرة والحديثة إنه الدكتور مرسي رحمه الله حين أغشي عليه لم يأتي أحد لإسعافه كما قالت قنوات الانقلاب، وكما قالت أيضا وسائل الإعلام بأنه بعد 20 دقيقة جاء الطبيب وجاء الإسعاف. هذا خطأ غير صحيح، الذي دخل على الدكتور مرسي هم السجناء الذين يعني حطموا الجدار الزجاجي الذي يفصل بين هؤلاء السجناء وبين الدكتور مرسي رحمه الله. ثم دخل أحد الأطباء المساجين وهو الذي كشف على الدكتور مرسي وتأكد أنه قد مات على الفور. هذا الموت المفاجئ موت لا يمكن بأي حال من الأحوال كما يقول الأطباء أن يكون بسبب مرض السكري أو بسبب شيء آخر، هذا لابد أن يكون بفعل فاعل أدى، وخصوصا أنه قبلها بدقائق قليلة كان يتحدث بمنتهى التركيز ومنتهى القوة ويتحدث أيضا بتجميع شكل قوي لأشياء كثيرة جدا نشرتها كثير من وسائل الإعلام. هذا هو الذي تم إلى الآن، لكن كما قلت أننا سنطالب وأحرار العالم جميعا ولن نصمت على هذه الجريمة حتى يحاسب مرتكبوها بإذن الله تعالى. لماذا قتلوا؟ أنا في اعتقادي هناك عدة عناصر
لقتل الشهيد الدكتور مرسي، منها كما قلت أنه هو يعني بدأ يتحدث المحامين عن أن هناك حقيبة أسرار يحملها الدكتور مرسي، وخصوصا أنه يعلم كل المجموعة التي تدير الانقلاب ويعلم أسرار عنها، وربما أسرار تتعلق بخيانتها وتتعلق باختلاساتها وسرقتها لأموال مصر وغير ذلك، وعمالتها أيضا للصهاينة وغير ذلك، وبالتالي ربما يخشون أن يقف هو يقول هذا الكلام، وبالتالي يسمعه الشعب ويتحرك. الأمر الآخر أنه بدأوا يشعروا أن هناك بدأ يعني حراك في الداخل، وبدأ هناك يعني نوع من أنواع الانتفاضة في الداخل ضعيفة ربما لكنها موجودة، هناك حنق شديد، هناك تحول لكل من أيد الانقلاب إلى ضد الانقلاب، وبالتالي هناك يعني خميرة مهيئة لإحداث تغير في المشهد السياسي، وبالتالي كان لابد من قتله حتى لا يكون يعني هو أيقونة لهذه الثورة، بالإضافة طبعا إلى صفقة القرن حتى يتم إمرارها، يبقى لابد من أن تكون هناك رسالة قوية لكل من انتخب الدكتور مرسي سواء من الإسلاميين أو من غير الإسلاميين، كما قال الدكتور طارق أنها رسالة واضحة أنه لا أمل لكم لا في انتخاب في أن يحكمكم من تريدونه، ولا أمل لكم في أن يحكمكم يعني مدني، وإنما ستظلون تحت حكم هذا الاستبداد وسيظل إلى أمد طويل، وبالتالي لابد لكم أن تستسلموا أمام هذا الخيار، بالإضافة طبعا لرسائل أخرى سواء لإخوانه أو محبيه أو للعالم أجمع، أنكم إذا كنتم متعلقون بالشرعية مرتبطة بشخص الرئيس مرسي فها هو قد مات، وبالتالي لا شرعية لكم وإلى آخره. هذه بعض أسباب قتله. لو نعود للمحور اللي تحدث عنه أخونا الكريم، يعني الدكتور مرسي طبعا رحمه الله نحن نشهد أولا أنه كان رجلا ربانيا، رجلا قرآنيا، رجلا ذو مشاعر يعني مرهفة، يتيه حبا بحب مصر وحب الوطن العربي والإسلامي، عشق شديد وغريب لهذا الوطن، حريص على الدم المسلم والدم المصري بشكل غريب جدا، وكان حريص على ألا يؤذى أحد أثناء فترة حكمه، وهذا كان ظاهرا في كثير من الإجراءات التي اتخذها، اللي من ضمنها تحدث عنها الدكتور طارق أنه رغم أنه تم يعني نزع باب القصر الاتحادية وحوصر قصر الاتحادية بمهاجمين، وحوصر بيته وأهين أمام بيته بمن رفع البرسيم ومن رفع كذا وكذا وكذا وكذا، إلا أنه لم يسمح بأي حال من الأحوال لأحد من الحراسة أن تستخدم السلاح تحت أي وضع من الأوضاع، ولم يقتل بفضل الله عز وجل أحد من المصريين في عهده بإذن منه. ربما يكون قد قتل بعض المصريين بإجرام بعض أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو كذا، لكنه لم يقتل أحد بإذنه على الإطلاق، لم يقصف قلم في عهده، لم تغلق صحيفة في عهده بإذن منه، لم يعتقل أحد أيضا بإذنه من داخل مصر وهكذا، وبالتالي هو كان حريص على الحفاظ على المصريين دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأبنائهم وبناتهم، وكان حريصا على أنه يرتقي بمصر، كما قال أنه يريد أن تنتج مصر سلاحها وغذائها ودواءها حتى تستقل، وخطى خطوات حقيقية في هذا الاتجاه، وتحدث كثير من الخبراء في هذا الأمر أنه كان يمكن أن تكتفي مصر من القمح خلال سنوات قليلة، وأنها كان يمكن أن تكتفي من كذا وكذا وكذا وكذا، بحيث أنها تصبح دولة يعني في مقدمة الدول على المستوى العالمي. على المستوى الشخصي الدكتور مرسي كان رجلا قويا مدافعا عن الحق مثابرا عنه منذ أن كان في البرلمان، وشهد البرلمان يعني من أكثر الاستجوابات شدة وقوة في البرلمان، كان الاستجواب الشهير الذي تقدم به أثناء عضويته في البرلمان، أيضا أثناء رئاسته لحزب الحرية والعدالة، وأثناء رئاسته أيضا كان قويا وكان متماسكا، ولعل يعني الفيلم الوثائقي الذي قدم رغم أنه ربما يكون قد شوه في بعض أجزائه جزءا من تاريخ الدكتور مرسي رحمه الله، إلا أنه تماسكه أثناء هذا الانقلاب ولجوئه إلى الله عز وجل بالصلاة والدعاء
ليلة الانقلاب ثم تماسكه بعد ذلك مع إخوانه كما حكوا هم أثناء احتجازه في الحرس الجمهوري، ثم بعد ذلك ثباته طوال 6 سنوات دون أن يلين ودون أن تخرج منه كلمة واحدة في عدة أمور. أولا لم يخرج منه اعترافا بالانقلاب على الإطلاق، أكد مرارا وتكرارا أنه لا بد وأن يحاسب رجال الانقلاب على ما أحدثوه داخل مصر، وهذا دلالة قوة وعزيمة وثبات منقطع النظير. إعلانه لأهله في إحدى الزيارات القليلة جدا التي تمت من زوجته وأولاده أنه سيظل ثابتا على موقفه إلى أن يلقى الله عز وجل أو يتحقق له النصر، وأرسل هذه رسالة لإخوانه ومحبيه عبر هذه الزيارة. ثباته واستمراره حتى آخر لحظات حياته في خطبته التي تحدث عنها في 5 أو 7 دقائق التي تحدث بها قبل وفاته كانت تدل على ثباته وتماسكه، والحمد لله رب العالمين أن مكنه الله عز وجل أن يظل ثابتا إلى آخر رمق في حياته ليظل نموذجا للأمة كلها كيف يكون الثبات على المبدأ وكيف يكون الثبات على الموقف وكيف تكون التضحية من أجل مصر ومن أجل الحرية والكرامة. هناك طبعا الكثير من المشاهد التي يمكن يعني أن أرويها أو يرويها بعض إخواننا، لكني يعني أفسح المجال لعل أخي الأستاذ صلاح عبد المقصود الذي أيضا رافقه في الوزارة يغطي جزءا من هذا. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور محمود حسين. للأسف الشديد الأداء الإعلامي في ظل الانقلاب أداء رديء يفتقد الضمير المهني، حتى أن خبر استشهاد الرئيس تناولوه بطريقة يعني سيئة للغاية في صفحات الحوادث. الصحف الرسمية أوردته في صفحة الحوادث مزيل ومجرد من صفته، بل نعتته بعض الصحف بالمتهم، بعض البرامج أيضا المسيئة والمنحطة والتي تتجرد من الإنسانية نعتوه بألفاظ نابية. هذا هو الإعلام للأسف الشديد، لكن الإعلام في عهد الرئيس مرسي وفي عهد الثورة كان شيئا آخر. مع رفيق درب الرئيس مرسي، مع الأستاذ صلاح عبد المقصود وزير الإعلام في حكومة الدكتور مرسي ليحدثنا عن شخصية الرئيس الفريدة، وأيضا كيف نلاحق الجناه، مع الأستاذ صلاح عبد المقصود فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات والمشاهدين الأعزاء الذين يشاهدوننا الآن، أبدأ بالشكر لمركز حريات ولرئيسه الأستاذ الدكتور طارق الزمر على تنظيم هذه الندوة الهامة وفاء لرئيسنا الشهيد، وأشكر مقدم هذه الندوة الزميل العزيز الأستاذ خالد الشريف، وأشكركم على المشاركة. وفي الحقيقة مسيرتي مع الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي مسيرة ممتدة وقديمة. منذ شبابي تعرفت على الرئيس مرسي فور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف 80s، وشاركته وتابعته في العديد من المناشط، وشاركته في اللجنة السياسية للإخوان المسلمين، وشاركته في جهودنا لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، وتابعته عندما كان زعيما للمعارضة في مجلس الشعب، وتابعته عندما كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة، أول حزب للإخوان المسلمين بعد ثورة يناير 2011. وإذا أراد الإنسان أن يتكلم عن الرئيس مرسي فلن تسعنا الساعات أو الأيام، ولكن حسبي أنني إن شاء الله وفاء للرئيس وفي الأيام القادمة سأعكف على توفير كل تراث الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي،
كل كلماته وخطاباته وحواراته التلفزيونية وأحاديثه الصحفية ستكون متاحة لكل أحرار العالم بمشيئة الله، وسنجتهد في تدشين موقع يحملها بكل لغات العالم الحية حتى تبقى كلمات هذا الرجل الرمز، رمز الجهاد والكفاح والنضال والصمود والكرامة والعزة، ستبقى بمشيئة الله ماثلة للعيان. وكما قال أخي وزميلي الأستاذ خالد الشريف عندما تحدث عن ممارسات هؤلاء الأقزام الإعلاميين في تناولهم لمقتل شهيدنا الرئيس، هؤلاء أقزام، ورحم الله الشاعر الذي قال: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حقود. هؤلاء الحاقدين لن ينالوا من الرئيس الشهيد، فكما نعرف قول الشاعر: لا ينال الناس من الأحمق ما يناله الأحمق من نفسه. انظروا، وأنا هنا أتحدث لبعض الشباب الذين قد يتسلل إلى نفوسهم اليأس أو الوهن، أقول لهم: أبشروا، إن قضيتنا بمشيئة الله المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة لمنتصرة. إحنا امبارح فقط كنا بنشوف الإهانات التي وجهت لمحبوب العرب والمصريين لاعب الكرة الشهير محمد أبو تريكة عندما هتفت له الجماهير. الرئيس مرسي ضرب المثل لوزرائه، فكانوا أيضا نموذجا في النزاهة ونموذجا في العفاف عن المال العام. وزراء الرئيس الدكتور محمد مرسي في معظمهم، الأغلبية الساحقة منهم، كانوا يزهدون في المال العام. تنازلنا عن كل المكافآت والصناديق الخاصة التي كانت تمنح الوزراء نسبا كبيرة من عائدها، تصل هذه النسب شهريا لمئات الألوف. وفي حالة الوزارات السيادية كوزارة الداخلية كان دخل وزير الداخلية بالملايين شهريا، بل إن مدراء الأمن أقل واحد فيهم كان يتقاضى من هذه الصناديق مليون جنيه شهريا. لكن وزراء الرئيس الدكتور الشهيد محمد مرسي كانوا يكتفون براتبهم، لم يسرفوا، بل كانوا يحافظون على المال العام. وأذكركم أن هؤلاء الوزراء، وزراء الرئيس مرسي، قدموا للشعب كل ما حصلوا عليه من هدايا أثناء فترتهم في الحكومة، وعقدنا لذلك مزادا علنيا عقد في 26 يونيو قبل الانقلاب بأسبوع واحد، بعنا فيه هذه الهدايا التي تلقيناها كوزراء لصالح خزينة الدولة. شكرا أخي صلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق. رحم الله الرئيس محمد مرسي الذي وضع مصر على طريق النهضة، وجاء الانقلاب ليقطع طريق النهضة. وإذا كان العالم يمكن أن ينسى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، فإن فلسطين لن تنسى أبداً الرئيس مرسي الذي انتفض، لم يساند فقط فلسطين ولا غزة، وإنما انتفض من أجل غزة، لأنه كما يعلم أن الثورة المصرية ليست ثورة بلد، وإنما هي ثورة إقليم، وأن فلسطين جزء من الثورة المصرية. حتى أن الثوار في ميدان التحرير بعد سقوط مبارك مباشرة هتفوا: الشعب يريد تحرير فلسطين، مع الدكتور نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورحمات ربي ورضوانه على شهيدنا دكتور محمد مرسي رحمه الله، وتقبله في عليين
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأخزى الله قاتليه والمجرمين الذين أرادوا أن يكون موته بسكتة قلبية أمام الناس حتى لا يلاحقوا، فكانت شهادته لعنة عليهم وسبة في، وإن شاء الله طعنة قاتلة لهؤلاء المجرمين القتلة، لا أقول نظام السيسي وحده بل كل المتآمرين معه وكل المشاركين في هذه الجريمة النكراء. يا دكتور صلاح عبد المقصود، ما ذكرته هو سبب استشهاد الدكتور مرسي. الدكتور مرسي قرأ سيرة صلاح الدين الأيوبي وعلم أن تحرير فلسطين يمر بحرية الشعب المصري وإطلاق روحه وغيرته وفك أغلاله وسد جوعته وإكرامه وعدم خذلانه، فبالتالي كانت هذه من خطواته الأساسية. وأنا عندما أتحدث عن دور الشهيد القائد الرئيس مرسي تجاه فلسطين، لا أبدأ والله بهتافه لغزة ولا بموقفه من القدس، ولا وإنما أبدأ من غيرته على الشعب المصري ومن إرادته أن يحرر الشعب المصري ومن إكرامه وإعزازه للشعب المصري، حتى لو اختلف معه كما تفضلتم في الوجهة وفي الرأي وفي الاختيار، لم يكن يختار، لا يريد أن يختار الرئيس مرسي، كان يريد شعبا حرا، لأن الشهيد الرئيس مرسي ابن هذا الدين العظيم، ابن هذه الجماعة المباركة المؤمنة التي وعت طريق الأنبياء وطريق الصالحين وخط المؤمنين، وكيف أن الأمة العزيزة هي التي يمكن أن تدفع عن الحرمات والمقدسات. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان يصحح الجيش فوخز سواد فقال: أوجعتني يا رسول الله، أريد أن أقتص. وتألم الصحابة من ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد له أن يقتص، وتعلمون الحادثة كيف انكب هذا الصحابي رضي الله عنه يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن موطن الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد جيشا حرا ليس ذليلا يخضع ولا حتى لسلطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت سلطة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يخضع لها بالكلية وبالكامل، أراد أن يكون حرا يطالب بحقه. ولكننا نرى اليوم ما يجري في مصر، ولا أريد أن أركز على هذا لأنكم تعلمونه وهو مرئي من إخماد للكرامة ومنع للحرية وقتل للشباب وإفقار للشعب. هذه عوامل التي يريدها اليهود لمصر، هذا الذي يثبت الكيان الصهيوني. إن الشعب المصري، إن فلسطين أيها الإخوة لا تتحرر حتى تتحرر شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب المصري وأولها الشعب المصري. إذا تحرر الشعب، وهذه سنة صلاح الدين كما ذكرت لكم، إذا تحرر الشعب المصري فتصبح فلسطين أقرب إلينا من أي وقت مضى، وتصبح فلسطين مرمى الحصى منا حقيقة. شكرا فضيلة الشيخ نواف التكروري. منعت الصلاة وطرد المعزون والمصلون في مصر، ولكن الله أعلى ذكر مرسي في العالمين. وهناك موقف مشرف لتركيا حقيقة، حكومة وشعبا، التي انتفضت يوم مقتل الرئيس مرسي ودعت إلى صلاة الغائب، وشارك في الصلاة الرئيس طيب رجب أردوغان، والذي كان له موقف مشرف أيضا منذ البداية، بداية الانقلاب، مساندا للثورة ومساندا للرئيس مرسي، مع الأخ الأستاذ حمزة تكين المحلل السياسي التركي، فليتفضل. مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية هي تعزية بنكهة التهنئة، تعزية لأسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ جمهورية مصر العربية، تعزية للشعب المصري العظيم الذي نجح في ثورته وأنتج مثل هذه الشخصية التاريخية، وتعزية أيضا ليس فقط لأحباب الرئيس مرسي في العالم الإسلامي والعالم أجمع، بل أيضا إلى كل الأحرار في العالم حتى من غير المسلمين الذين يقدرون فعلا مفاهيم الديمقراطية والحريات وإرادة الشعوب. لماذا تركيا كان موقفها متقدما جدا فيما يتعلق بقضية مصر عامة وقضية الرئيس محمد مرسي خاصة؟ ليس لاعتبارات خاصة في تركيا. الاعتبار الأساسي الذي اتخذت على أساسه تركيا موقفها من الرئيس محمد مرسي أن هذا الرجل وصل إلى سدة الرئاسة في جمهورية مصر العربية بانتخابات ديمقراطية، انتخابات شهد لها العالم، شهد بنزاهتها، بشفافيتها، شهد لها الاتحاد الأوروبي، المنظمات الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية، تلك المنظمات التي طالما صدعت رؤوسنا بشعارات الديمقراطية والحريات وهذه وما إلى ذلك من هذا الكلام الفارغ الذي يخرج عن مثل هذه المنظمات والمؤسسات الدولية. وحتى الأمم المتحدة شهدت بتلك الانتخابات ونزاهتها. وصل الرئيس محمد مرسي إلى سدة الرئاسة بقرار من الشعب المصري، ولم يصل لأنه ينتمي إلى فئة معينة من الشعب المصري، لم يصل إلى سدة الرئاسة لأنه ينتمي إلى الإخوان المسلمين، بل انتخبه كل أطياف الشعب المصري وليس فقط الإخوان المسلمين. وبالتالي بالنسبة لتركيا كان الرئيس الشهيد محمد مرسي يمثل الشعب المصري، يمثل الدولة المصرية، جمهورية مصر العربية التي خرجت من ثورة عظيمة يعني أطاحت بنظام دكتاتوري سابق. لذلك تمسكت تركيا بموقفها الثابت الداعم للرئيس محمد مرسي وحكومة الرئيس محمد مرسي آنذاك، كما تفضل معالي الوزير قبل قليل. والسادة الكرام، منذ الوهلة الأولى دعونا وما زلنا ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تعمل في حياد وشفافية واستقلالية كاملة. أكدنا على أن ما حدث للرئيس مرسي تم في ثلاث مراحل، كل مرحلة منهم تشكل جريمة كاملة، سواء مرحلة الانتهاكات الأولى التي أريد لها أن تنتهي بقتله قتلا بطيئا ولكن النظام استعجل هذه النتيجة، أو في المرحلة الثانية التي وضعه فيها في صندوق زجاجي. هذا الصندوق ليس لمنع الصوت فقط أن يخرج من الرئيس مرسي إلى خارج أو إلى قاعة المحكمة، ولكن أيضا لمنع التنفس عنه وهو صاحب 67 عاما وهو صاحب الأمراض المزمنة في هذا الجو الحار شديد الحرارة الذي لا يتحمله شاب في العشرينيات من عمره. هذه جريمة قتل مكتملة الأركان، وهذه الجريمة مسجلة بالصوت والصورة، ولكن للأسف القتلة هم من تحفظوا على هذه الأدلة. ولذلك نحن ندعو إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق، ويكون أول عملها استرداد الكاميرات التي كانت تسجل وقائع الجلسة والملف الخاص بالحالة الطبية للدكتور محمد مرسي، وهي أدلة الجريمة التي يدان بها النيابة والجالس على منصة القضاء القاضي محمد شيرين فهمي.
أما الجريمة الأولى فيسأل عنها وزارة الداخلية ويسأل عنها في بدايتها من الاختفاء القسري وزير الدفاع، وكل هذا تحت سمع وبصر العالم أجمع وبأوامر مباشرة من رأس النظام عبد الفتاح السيسي، وبالتالي فهو يتحمل النصيب الأكبر من هذا الجرم. نريد أن تكون وفاة الرئيس محمد مرسي حياة لستين ألف من المعتقلين يعيشون نفس الظروف المعيشية التي وضع فيها والتي أفضت حتما وبالضرورة إلى وفاته. الستون ألف معتقل 10% منهم على الأقل يستحقون الإفراج الصحي طبقا لنص المادة 36 من قانون أو لائحة تنظيم السجون، ولكن نفاجأ أن هؤلاء يلقوا حتفهم في حين يتم الإفراج عن صبري نخنوخ، يعني المورد الأول للبلطجية في مصر، وهو في يعني كامل صحته، وثم يتم في الإفراج في المرة الأخرى عن 9 من الضباط الذين قتلوا أسرة بأكملها في الغربية، وكأنهم أصيبوا جميعا مرة واحدة بالأمراض التي يستحقون من أجلها الإفراج الصحي، رغم أنهم قتلوا أسرة بأكملها ولم يقضوا في السجن مدة تصل حتى إلى مدة 6 شهور، وظل صامدا حتى لقي ربه، كما كانت حياته نهرا للعطاء. نريد أن تكون أو يكون موته شلالا للعطاء، ينصر كل مظلوم ويجرف ويجتس النظام المستبد القمعي من أرض الوطن، كما كان أو كما أريد له أن يحجب صوته بالحواجز الزجاجية. نريد أن نكون نحن صوته الذي يصل إلى العالم أجمع وبكل اللغات ينقل مأساته ومأساة الشعب المصري. نريد أن نكون الحلم الذي لم يتحقق للرئيس محمد مرسي، وأن ندافع عن كل مظلوم، وفي النهاية نقول تعازينا للشعب المصري العظيم ولكل حر في العالم، وندعوكم أن تصطفوا خلف الرئيس رجب طيب أردوغان لنحمل هذا الملف جميعا نصرة لكل مظلوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله الشهيد الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية. أشكركم أيها الإخوة نيابة عن مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا لضيوفي الكرام وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.